ما شولت يا عمي، انت ام العروس ولازم اسمع رايك. معقوله يا عمي؟ معقوله بدك تسمع رايي؟ انا ما لي رايي من بعدك، الكلمه كلمتك بالشور شورة. ما بيصير، لازم تقولي رايك. صحيح انا قريت فاتحتها مع ابو عصام، بس انت كمان اذا في عندك شيء بدك تقوليه انا عم بسمعك. اعوذ بالله، اي نقطع لساني من بعد كلامك يا عمي؟ ليش انا بقدر اعرف مصلحه بنتي اكثر منك؟ اذا على بركه الله، جماعه ابو عصام رح يجوا لعندك ويتفقوا معك. اميت اهلين وميت سهلين بام عصام وبكل اللي جايين معها. يا الله، بدي اياكي تبيضي لي وشي معهم. لما بيجوا بدي تستقبليهم احسن استقبال وتضيفيهم احلى ضيافه. ما بدي توصايا يا عمي، هدول صاروا ضيوفك من اهل البيت. يلا بخاطرك. الله معك عمي. فيكي تساوي مثلي؟ ايه فيني واحسن منك كمان. افرجيني. لطفيه لا تقوليها يا مو، لا تقوليها. ليش لطفيه بالذات؟ ليش؟ قال ابوكي متفق مع ابوه قبل ما يموت وموصي عليها. اخ يا بوران اخ، من امبارح وانا ضايجه ومالي عرفانه شو بدي اعمل. رح طق رح جن، ريت الارض تنشق وتبلعني وما اروح لعندها واطلب بنتها. وما قلتي له لأبي إنك ما بتفوتي بيتها؟ قلت له يا مو قلت له، بس قال أبوكي ما بيهمه حكي النسوان وعلاكن المصدي. يعني بدك تروحي وتطلبيها؟ إيه بدي روح ورجلي فوق رقبتي، وإنتي معي كمان. أنا؟ إيه هيك أبوكي بده. ما شفتي شو صار بيناتنا آخر مرة يا مو؟ معقول نروح برجلينا لعندها؟ يا شماتتها فينا. هلأ بتكون الفرحة مو وسعانتها المقوصة هي وبنتها. تفضلي خالي انزلي. لك ان شاء الله بيسلموا هديات يا عروس، يقبشني هالوش. تفضلي. يسلموا تقبريني. بدك الدغري؟ انا بحياتي ما شفت وحده قويه وواهيه مثل حكايتي. الحظ اجى لعندك برجلي. قولي لي بقى، امتى سعاد خانم بدها تجي تطلب لطفيه؟ امتى ما بعرف، بس رح تجي. ليش هيك القهوة سايطة اليوم؟ يبعت لي حبة ما تأخذيني، هاي لطفية قد ما أنا فرحانة ما عم تعرف تعمل شي. خلص اشربي فنجانك وأنا بعد شوي بساوي لك فنجان من تحدياتي. قهوة؟ هلأ هاي الخبرية بدها بس فنجان قهوة؟ اي مو تكرم عينك أم زكي، بدها حلوان هالخبرية. عندي صحن قطايف عصافيري بدك تاكلي أصابيعك ورا. دخليك؟ هلأ لطفية أحلى مني ومنك شي؟ ما بعرف، بس لطفية حلوة، ليش عم تسألي؟ ما في شي، بس الخانم إجاها عريس ونحن لا. يو، وليش كل هالقد مستعجة على الجوار؟ يبعت لك حمى يا جميلة، أنا ماني مستعجلة، بس يعني الخانم لا أنا أحلى منه ولا أحسن كمان. هيك حظها حلو هي حلوة، شبك بدها تصير مرت أخونا. إيه بس أنا أحلى منه، حتى أنت أحلى منه. بالله شو؟ شو قصدك حتى انتي؟ حبيبتي انا احلى منك ومنها. يوه ايه تتحورقي امتي وياها. ايه انا علي دبحة عيون ولا جفوني ولا رموشي لك ولا اوامي ما قبلها ان شاء الله. ايه روحي روحي افتحي الباب، بتكون امك اجت من عند بوران. مين؟ انا عصام، افتحي. اهلين اخي. شو بتفتحي الباب من غير ما تحطي غطا على راسي؟ يبعت لي حمى يا اخي، بس تخبيت ورا الباب. تخبيتي ورا الباب؟ وبركض حدا مرق بالساعه ما بشوفك من زق الباب ولا؟ لك على فرجيكي بس لاي شيء ابوكي. اخي والله مو قصدي، بوس ايدك لا تقول له، بوس ايدك يا اخي بردتو. مسكي هدول حطيهم بالمطبخ، مسكي. امك هون شي؟ لسا ما رجعت من عند اختك بوران. تعي لقلي. بدي اسالك سؤال. امك بدها تروح لعند الجماعة شي؟ أنا وجماعة أخي؟ لعند الجماعة شبنا. قصدك لبيت لطفية؟ إيه لبيت لطفية، وطي صوتك. إيه ما بعرف. بلا غلاظة ولا احكيها. يو والله ما بعرف. طيب بدي أسألك، أنت بتعرفيها للطفية؟ كيف ما بعرفها؟ أصلا ما بعرف غيرها. طيب قليلي هي حلوة شي؟ حلوة. طيب اختي هي كيف شكلها؟ شو لك اخي؟ شكلها بنت يعني مثلي انا واختك جميله.
مثلك انت وجميله. وانا وجميله احلى منها كمان. صلاة محمد عم تحكي عن جد؟ يا اخي ليش بني انا مو حلوه؟ حلوه حلوه مثل القمر خزيت الحين عنك، بس انا بدي اعرف انه هي بيضه ولا سمراء، شعرها طويل ولا قصير، عيونها خضر ولا كستناويات، هيك وصف بدي. يمكن هاي امك رجعت وعجي بيصير اني انا سالتك عن لطفيها ابنه. صراحة توعد عنك مخلوقة وتطلبين بنت رسمي. أي لا مو قايل ليش ما رحتي؟ ما فضيت، بعدين ما بدي أخذ بوران معي، رحت اليوم خبرتها مشان تأخذ إذن من جوزها، يعني مي حلوة تروح بدون إذن جوزها، بعدين ما بدي أشتري للبنت شي لبسها يا بإيدها. شو ها؟ يا سعاد صدقوا المصاري عنده منك هون بالبيت. إيه أنت ما بدك تفتح الخزانة وتاخذي المصاري اللي بدك إياها، إن شاء الله بتشتري السوق كله. بكرة عند على بكرة الصباح بتروحي لعند المخلوقة وبتطلبي البنت رسمي، وكلامي ما رح أعيده، فهمتي ولا لا؟ أمرك ابن عمي، رايحة أحط لك عشا. روحي. والله اللي قال المرة بنص ساعة ما قلت لا والله، لا والله. الله يرحمك يا يبي. قضاك الحياة مع أمي ما ضحك بوش أمي ضحكة واحدة. شو اللي اخذ لك عادك اخي؟ ولا شيء ولا شيء ولا شيء. لك ايامك يا عريس ايامك. يلا ان شاء الله السنه الجايه كمان ابوك بيخطب لك. انا؟ لا اخي لا، انا مو فايت بيعني كذا القصه. اعوذ بالله، انا احط رقبتي بايدين حرمه؟ شو هالحكي لك اخي؟ شو هالحكي؟ هاي سنه الحياه؟ يا سيدي اذا كانت هاي سنه الحياه فلاحقين على وجع الراس. ايه شو الشغله على كيفك؟ بكره ما بتحس وبتدرى الا ابوك خاطب لك. ايوه يعني انت مزعوج ومقروب من القصه يعني؟ لا اخي لاني لا مزعوج ولا مقروب، بالعكس انا مبسوط، مبسوط كثير، خاصه اني بدي احط ايدي بايد الزعيم وصير سهره. ابي هي معك حق. اي والله هي ما بختلف فيها معك انه صار الزعيم. بعدت الحريم ولا لسه ابو عصام؟ اليوم باذن الله سيدنا اليوم. لا تنسى تقلن عن موعد كتب الكتاب. لا اليوم حتم الاتفاق على كل شيء باذن الله. نعيمان. نعيمان سيدنا. الله ينعم عليكم. إيه هيك ها؟ طمنتني هلا بينت انك انت معلم. الله سي زعيم. الله يعطيك العافيه. شرفتني شريف. اعوذ بالله ما بصير ناخذ منك. لا ابني خذ من الزعيم ولا؟ ايه امرك يا بي. روح نطلع البيت. يلا هوام شوف اذا كانوا عايزين شيء ولا لا. امرك يا عبي. ايك زعيم. ايه والله من ايد ما نعدمها. ان شاء الله ما تواخذوا، ساتوا بقوا. بيتعلم ابو عصام بيتعلم. اسمع قلت لي امتى ناوي انت وابو شهاب تعملوا جوله على الحرم؟ وهي اسمها سريعه. وهذا اسمه زكي. بس امه مو ام زكي، هي صحيح بتشبهه كثير بس هي مو امه. سريعة وزكي بيحبوا بعضهم كتير كتير، بس إما لسريعة قوية 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 وما بتحبه أبدا لزكي، كل ما يجي لعندهم بتقلعه. يا بنات بتديروا بالكم على أولاد منيح بغيابنا. ها حاضر يا أما. يلا يلا فوت يا أما فوت. مرحبا يا أمو. شو بلاقيكم رايحين؟ ايه رايحين يا عمو. ان شاء الله مبروك يا عريس. الله يبارك فيكي خالتي ام زكي. لا تباركي له ام زكي، لسه بكير ما صار شيء. شرفي. شلونك اختي؟ شلون صهري؟ منيح. يلا يا بوران. مع السلامة يا عمو، مهونة. شو دلا؟ امك وام زكي وبوران رايحين لبيت لطفية ما هي؟ لا مو رايحين لبيت لطفية، مو رايحين لبيت ست الحسن والجمال. شي؟ لكن وين رايحين؟ رايحين لبيت فريال خانه. بلا خلاص هولي، نقلع من وشي. ايه رح نقلع. اخي هن رايحين على السوق يشتروا خاتم بعدين يرجعوا على بيت لطفية. ايوه، قلع لي. خالو عريس، خالو عريس.
بنت الآية الله يرضى عليك. يبليها بحم على العادة ساعة لا تفتح الباب. مي؟ أنا أم زكي، افتحي فريال معي ضيوف. ومين هالضيوف بقى؟ لك معي سعاد خانم وبنت أبوران، شو بك؟ يو وشلون جايين لعندي؟ مو على أساس بيتنا ما بينداس. لك ساعة بتلطعين على الباب مو حلوة بحق سعاد خانم وبنتها. امشي بوران امشي. تعي لك سعاد خانم سعاد خانم، لك ارجعوا بوران بوران بوران. ليك بحمى يا فريالي، ليك بحمى، شكيتك إلى الله لا يغفل عنك. والله نحن عملنا اللي علينا وما عاد له ابوك حجه بنوم بنوم. شو يا مو؟ بلاقي رجعتك قريبه. مشي الحال يا مو، طلبتوها للطفيه؟ يطلبها عزرائيل ان شاء الله هي وامها. لك شفتي؟ شفتي شو عامله؟ ما فتحت لنا الباب المقوصه. اخ اخ لو يعرفها ابوك على حقيقتها ما كان فكر ياخذ بنتها لاخوكم. لكان بده يناسب الزعيم على حسابي. لا مو صحيح. طيب ليش ما فتحتي الباب؟ صدقيني كنت بدي افتح الباب بس حبيت اتسلى فيها شوي وتقل حالي عليها، يعني ما بيطلع لي. مو عيب عليكي، هي سعاد خانم جايب رجليها لعندك بعد كل اللي صار بيناتكم، تعملي معها هيك عمله؟ شو ذنبها بنتك؟ اه بدك تقطعي بنصيبها انت؟ ايه هي الكهينه، ما صدقت اتاخر بفتح الباب حتى حملت حالها ومشيت. لك شو بدك اياها تترجاكي لتفوت بيتك مشان تخطب بنتك لابنها؟ يعني شو ما عليكي بس الله ينتقم منك. اصلا انت ما لازم حدا يناسبك يا ليله الذوق، خاطرك ان شاء الله معافى. الله يعافيك ابي عصام. هات انينه الدرور. حاضر يا ابي. ترجع لعند مني بعد جمعتين خليني اكشف لك عليها وان شاء الله معافى. شوف اخي هذا الدرور بترش منه كل يوم المساء وبترجع ايدك تربطها نفس الربطه اللي ربطتك اياها انا. اي ان شاء الله معافى عمي. امسك قديش تعمل حكي يا رب يطلع من خاطرك ابي. ايه بكفو كفو نعمه كريم. الله معك معافى عمي معافى. شو ما كلها؟ شو صاير لها؟ أنا يا بي؟ لا أنا اللي صاير حايس ولايس ولا اللي مركز بشغلي ولا لشي. شو معك؟ ما في شي يا بي ما في شي. ما في شي تلي. أنا واصل مشوار عند بخيري طنبرجي ومن عنده رايح على البيت، بدي أشوف أمك شو صار معها. إيه يا بي الله معك. ولا تأكل هم الدكان بنوب. شو شايفك شارقت؟ ضحك سنك هلا؟ يلا أمير بلح الدكان اللي أرضى عليك. أبرك يا بي. مع السلامة. احلى عمو. احلى كم احلى هيك يعني احلى. يلا يا رب. اهلين يا بي. اهلين يا بي الله يرضى عليكي. يعطيك العافية يا بي. امك واختك بورا رجعوا من عند الجماعة؟ ايه اجوا قاعدين جوا بالمربع. في عندنا حدا؟ ايه عندنا خالي مزكي. ايوه مسكي يا بي مسكي مسكي الله يرضى عليكي. طالع ولا فوق دور ايه على راسي. ابن عمي فريال بتعرف انه نحن رايحين نطلب ايد بنتها اليوم؟ شو عم تحكي انت سعاد؟ معلوم بتعرف وقرانين فاتحت انا والزعيم وخالصين ومنتهيين وهو عاطيهم خبر مشان يقوموا بواجبك. لا وقامت بالواجب ما شاء الله حولها. شو في لك سعاد؟ احكي لي شو. ابن عمي تركتنا ملطوعين على باب سقاق وما فوتتنا وصار الرايح والجاي يتفرج علينا طول شحادين مو هيك. شو هالحكي؟ هات لاحلف لك على المصحف حتى ام زكي كانت معنا شح اسالها اذا بدك. هلا هي خلتكم ملطوعين قدام باب سقاق؟